السلام عليكم، كديري مع هاد الصهد؟ لاباس عليكم. اليوم غنقدم معكم الكعاوي، هادو الكعاوي، هما كيجيو زوينين بالحمص. غادي نديرو فيهم البصلة والثومة، جوج ورقات سيد الناموسه، ونحمص بطبيعة الحال، شوية القزبر والتوابل. غادي نبدا نقول لكم بالضبط من يكون كندير، نقول لكم التوابل. كنقطعو البصلة هما كيبغيو البصلة بزاف، تقطعيها كيما بغيتي، كبيرة صغيرة. انا درت ثلاثه د البصلات، البصله البيضاء كتجي زوينه مع السله. نهرسو التومة، التومة نديرو تلاتة الريوس، ماشي غير الريوس، هادو ولا كل واحد دير ليه على حسب اللي كيبغيها. هي كتجي زوينة فيه التومة كتيرة. هكا كنديرو زيت العود، كنديرو غير شويه لان هما مدسمين، كنديرو الملحه، كنديرو الخرقوم، كنديرو شويه التحميره، البزار، سكينجبير، هذا الكمون، ونديرو شوية القزبر. كنديرو كلشي في دقة وحدة، ونديروها تشحر ونسدو عليها، نبلوها بما سخون ونسدو عليها. وكنديرو الحمص بطبيعة الحال، نزيدو الحمص، الحمص على حسب العائلة، الدراري كيعجبهم الحمص كياكلو على الحمص كنكترو شوية على حسابهم. كنديرو نص حامضة صغيرة، ولا إلا كانت كبيرة كنديرو غير ربيع صافي. كنديرو فيها شوية الماء ونخليوها تشحر، ومن بعد نبلوها ونوريكم كيفاش. هاهي بدات كتشحر، غادي نبلو عليها بما سخون طايب. تال الفوق ماشي حتى تغطي داك الحيمه وداك الشيء بحال هكا، حيت الحمص كيبغي شويه د البلول. بحال هكا نغطيو كلشي تقريبا، نغطيه الماء، نزيدو باقي واحد شوي هكا باش ما ندورو ما تحرقناش حيت الحمص كيشرب. صافي نغطيو عليها ونسدو كوكوس واحد 30 دقيقه هكا تقريبا ان شاء الله. صافي نتلاقاو ان شاء الله. هنا غادي نشارك معكم، غادي نرافق هذاك الطبق ديال الكعاوي، خبيزات، خبيزات ديال الدقيق الكامل، فيه إلان وفيه هاد الزرار هادو كاملين درتهم فيه. كاين الزريعة، كاين الججلان، كاين زريعة الكتان، كاين الشيا، كاين كلشي اللي بغيتو ديرو نتوما ديروه. هادو غندرنهم لداخل وسط الخبز وغادي نكرصهم به. غادي ندير شويه ديال الماء، نحيدو ليه التخميره ديالو بحال هكا، عاد نبقاو نكرصوهم. كنديرو يدينا هو اللول في الما،
بحال هكا كنفزقوهم، وانا غادي نديرهم شويه طوالين بحال هكا، نحاولوا نطولوهم بحال هكا، نديروهم في الزرارة، نديروهم في الماء في الزكتو كيشد مزيان الزرارة بحال هكا، نحطوهم في اللاطة من بعد غنقرصوهم بحال هكا، كيجيو شوية طوالي نفزقهم من يدينا هكا دايما، نفزقوهم نديروهم هو الخبز كيجي بحال هكا، غادي درناه بالزرارة وهادو شي وحدين درتهم بالبولة باقي سخون، يلا خرجته هادو بزرارة كيجي بحال هكا مطبوخ بالصحة والراحة. هاي دابا ما قطابط كتجي بحال هكا، غادي نقدموها لكم ان شاء الله في الطبق تلقاو ان شاء الله. ها هو دابا كبيناه في الطاجين، خاصو يتكال سخون بطبيعة الحال هكا، والخبز هو غير كيرافقو صورتو لكم تا هو. الصحة والراحة.